يا رب، يا بسم الله على بركة الله. السلام عليكم يا شباب، كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير، عساكم طيبين. جيناكم فيديو جديد من لعبة وارنو. اللعبة كانت هي بطور المود، آليات مفتوحة، كل شيء عندنا مفتوح. طبعا نشوف شنو أنا بلشت بالجيش الميكس. طبعا عندي دفاعات جوية أمريكية، وأيضا عندي دبابات التي 72 السوفيتية، وأيضا في عندي مدرعات من البي ام بي، بي ام بي 3، وأيضا في استدعيت وحدات السنايبر اللي هي ترصد لي المواقع من على بعد. طبعا هو كان عنده الجيش الامريكي مطالع لي عدة دبابات وعدة كتائب. شايفين توزع الخريطة؟ بالبداية كان عندي ضربات جوية، قدرت احدد مواقع القوات اللي موجودة هين، نفذت عليها ضربات. تعالوا نشوف مع بعض. طبعا بالميك 21 يا شباب، هاي الطيارة جدا رهيبة. نشوف الضربة الجوية الأولى، أزلت كتيبة. الضربة الجوية الثانية، أزلت دفاع جوي من هين، لسه ما خسرتوها ولا طيارة. نشوف إذا في عندنا ضربات ثانية، نفذنا ضد الكتيبة هين. تعالوا نشوف بالميك 21، أيضا خسرت هالمرة هاي الطيارة. طبعا نفذت 3 ضربات جوية. نشوف شو عنده آليات من هين. اوب، اسقط لي طيارة استطلاع. استعمل طبعا الاف 16، شايفين الاف 16 يا شباب. استهدفتها بصاروخ، صبتها بس ما نزلت. بلشت هنا استدعي طبعا راجمات البي ام، البي ام 21 نابل. طبعا هاي الآلية تضرب صواريخ حارقة، أنا أفضلها جدا بساحة المعركة، تأثيرها حلو. شوف هاي الآلية، هاي ال بي ام بي 3، راح نفذ الرمايات. تعالوا نشوف مع بعض. الضربات الجوية كانت حلوة. دبابته هنا، في عنده دبابتين، ما بعرف إذا راح أشيل اثنين ولا وحدة. هات نشوف هاي الدبابة الأولى، شايفينها كبست الصاروخ، والله شالها. في الدبابة الثانية اللي رصدتها حتى أيضا نفذت، أيضا شالها. كانت الضربات حلوة، شل دبابتين. سقطت والله انسحبت على آخر نفس، توقعتها تسقط. الدفاعات الجوية رمى إياها، بس طبعا نفذت مهمتها بنجاح. أول طلعة فورا دبابتين شالت، هاي وحدة هاي الثانية. شوف هو الشي النابول، انا وجهت رمايات بعد ما حددت القوات. الرماية طبعا استهدفت آلية دبابة ال M5، بس طبعا هاي الدبابة ضررها كثير على الجنود اكثر من انه يكون على الآليات. بس طبعا ما راح تفجر، راح يقدر يسحبها للخلف. ضرب ال آلية التسخير اللي عنده. عند التاو الثاني أيضا نفذ. خلينا نشوف الضربة، انسحبت للخلف. طبعا هذا الطيران راح ينفذ فيه ضربة من عنده هو. طبعا هو نفس الطيران اللي من شوي استعملته، دعم أرضي A110، بس هذا مقنبل اللي يزيد قنابل. يعني دفاعات الجوية شايفين تحاول تضربها بالضربة، تنفذت. طبعا الهاون اللي عندي هنا قدر يشيله، بس طبعا راح يخسر حتى طيارته هو بالضربة هاي. شوف راحت الطيارة. شوف حتى من هنا واحدة من الكتائب متوغلة. هنشوف ضربة جوية بالميج 21، أو شغلة بشكل مباشر. حتى الميج 21 انسحبت بشكل سلس. اوب، هنا دبابة التي 72 وصلت. يا شباب دبابة التي 72 بصراحة أحبها، مميزة هي حتى باللعبة. شوف الاشتباكات من هنا بين الجنود، هذو حلاوتهم. نشوفه شايل ار بي جي اللي يحرق، يزيد قذائف حرق وهو ماشي. بس سحبهم من هنا، ما ادري اذا هي الكتيبة راح يخسرها ولا لا. خسرهم والله، سحبهم. اوب التاو شو استهدف؟
يا لطيف يا شباب، تاو تاو ما يضيع ولا قبيلة، تاو ما يضيع ولا صاروخ على الفاضي. اها هنا شوفه مش تدخل عندنا، هنا عندنا راجمة السميرش، تعرفوا السميرش؟ تعالوا نشوفوا الهدف اللي راح يرميه، راح نرمي هاي الدبابة. هات نشوف، شوف الضربات كيف تتنفذ. إذا ماني غلطان من أول صاروخ هي راح تفرط لأنه شوفها راحت من أول صاروخ الثاني، هنا الضربات تنفذت. حتى شلت، كان عنده 2 مدافع آلية موجودة في النقطة هاي أيضا شلتهم. راح نشوف مع بعض الضربة الجوية وين راح تتنفذ. ضربة حلوة، صاروخ واحد أسقطه وهذا اللي هين، بس طبعا ضربة آلية الاستطلاع اللي موجودة عنده هين نشوفها مع بعض. راحت والله آلية الاستطلاع، يفكر انه في جنود موجودين احاول انه استهدفه. هاي الضربة غبية طبعا لانه صارت الطيارة اغلى من طيارة الاستطلاع، بس يعني اسقطت له طيارتين استطلاع، طيارة يعني خسرته بصراحة. من هنا الوحدات عنده بلشت تتقدم على مواقعنا من قدام، بس كأني نفذ الضربات. ها نفذ الضربة بالنابل وحدة ثانية، هسه راح استعرض الضربة اللي صارت. استهدفت موقع بسيط، حلوة الرمايات، في أيضا رمايات بالمدفعية. أوب رمايات المدفعية استهدفت طيارة هليكوبتر كانت قريبة. طبعا هاي الرمايات هنا شالت اللهم صل على النبي، شالت سيارة الاستطلاع اللي موجودة. طبعا هنا حتى ازالت هاي الآلية، كانت ضربة حلوة. تشوف المدفعية طبعا استهدفت فيها طيارة استطلاع كانت نازلة قريبة على الأرض، طايرة بس نازلة قريبة على الأرض. حتى بالسميرش شو استهدفت له هنا، بس دبابة او لا دبابة، على الأغلب سيارة ذخيرة ومدرعة، كانت ضربة حلوة. سيارة ذخيرة ومدرعة من هنا شلتها. أنا طبعا الشباب نازلين ضرب ببعض، دخلنا ال BMP 3 لحتى نسيطر على الوضع. نشوف مع بعض شلون تطلع تتحرك وترمي. حلو حلو المدفع فيها، حلو مدافع فيها، حلو سلاحها، حلو هي بيكملها كلها على بعضها حلوة أصلا. شوف والله فيها أسلحة، وهنا طبعا التهلي ثانية. شايفين الضربات اللي وجهها، شلي فورا كيفية الجنود من هنا. أوب الستينجر، والله الستينجر اشتغل. على فكرة الستينجر أفضل من الهيج اللي حاطينه هنا. على 16 ضربتنا الوحيدة من هنا، كانت ضربة حلوة. شوف القوات اللي مشتبكة، حاولت اسحب الستينجر لانه خلاص معروف شو الوضع هنا، انه 3 كتائب ضد الستينجر ما حيمشي الحال. شوف بس بالسميرش وين نفذت، عندي تنفيذ ثاني. هالمرة الدفاع الجوي مو اسقط لي الطائرة، استهدفته. شوف مع بعض، شوف الضربة من وين، شوف الصاروخ هذا هو الأول، وين 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 هذا هوب هوب، هذا من ثاني صاروخ فرطته. جيد كان انه يعني يخسر دفاع جوي من هذا الموقع. شوف مع بعضين القوات شلون عم تتقدم، هاي راح تصير مطاحن يا شباب، بس هيحترقونا دورين. هيحاول يسحبه، يدخلهم لقدام. حتى هنا عندهم أسلحة نارية، نازلين 3-3 بالكتيبة. شوف شوف 3-3 بالكتيبة نازلين. حتى عندهم روحيات القتالية من هنا، هتنفذ بالستينجر. استهدفنا بس ما اعرف اذا راح يسحبنا ولا لا. شوف مع بعض
كانوا نفذ علي رماية، هو استهدفني، حاول ال السبيرش بس ما قدر يجيبها. جيبهم مع بعض هنا يا شباب، سوا مطحنة بجنودي هنا، يعني سوا مطحنة بالقوات. اللي يشوف النابول منفذ رماياته، طبعا هذا الحارق. اوه شوف الضربات، ضربات حلوة، ضربات كانت حلوة، ضربات النابول كانت حلوة. الكتايب اللي كانت موجودة عنده يا هنا بأكملها شلناها، حتى مع سيارة الذخيرة، بس ما أعرف سيارة الذخيرة اللي هو اللي هو مقرصن عليها. الله بالدبابة، ها حدد مكان التاو، شوف حتى الجي عنده يستهدف، بدري يصيبه. اوه والله شاله، والله حلال عليه، والله شاله، فكرت ما يشيله، شالها وانسحب. بس يمكن ظل واحد، بس انهم بالعادة اثنين يكونون. اه والله الاثنين موجودين بس على وشك. يعني التحشيد يا اخوان، شوفهم. ها بس شايف جنود وكتائب، لان الجبل لازم اسيطر عليه بشكل كامل. حتى من هنا مجهز مروحيات، انه باي لحظة ممكن ينطلب مني دعم فوق، فلازم تكون المروحيات حاضرة للاشتباك. وين نفذ الضربة؟ نشوف مع بعض. استهدف المدفعية، بس كنت محركة حتى بمكان ثاني آمن. بالاف 16 بده يستهدف، بالاف 16 يحاول يستهدف لي طيارة الاستطلاع اللي عندي، بس خسرها، ما سقطت حتى الاف 16 الطيارة الاستطلاع عندي. هسه شايفين شلون نزلت؟ اذا يضربها بالمدفعية يسقطها. نفذ علي مدفعية، اي مدفعية صغيرة. ايوه شل التاو اللي موجود هنا، وين نشوفهم هذا؟ لما هذا صواريخ التاو فقعت عندي في المكان هذا. شوف وين الاشتباكات اللي بلشت. يا لطيف يا لطيف، هذول حلاوتهم يضربون قذائف حارقة، هاي حلاوتهم، بس شايلين قذائف حارقة وواقعين خبط. أمس ليش مشايلين اثنين ار بي جي؟ ثلاثة حتى مشايلين. شوف الدفاعات الجوية، الجنود كلهم مشتبكين مع المروحية، وهذا المروحي مو صغير، بشكل سريع المفروض ينعطف وتسقط. انت سقطت ولا ما سقطت؟ اي لا والله مشترك مع الدفاع هذا اللي هنا. يو ما راح يطلع، ماتوا ماتوا، وقع حتى الدفاع الجوي هذا اللي. حي تشوف الطيران وين راح ينفذ، راح يقدر ما حيقدر، راح يخسرها يمكن للطيارة اتوقع. صعبة صاروخ، راح يضطر يمكن تنسحب الطيارة، ما تنفذ الغارة. بس كان ضربته حلوة لو انها اكتملت. نشوف مع بعض بالنابون وين التنفيذ. اوه نفذ والله، بس اسقطنا له اياها، والله نفذ بس اسقطناها. راحت صوت لتحت. شوفوا من ساعتني عاد استدعي حتى كتائب، يعني مشان سيطر على المواقع. من هنا من ايمتى تلف؟ تخلي من هين ما انتبهت عليه، بس فورا حركت الهليكوبتر. شوفوا هنا في اسقاط الهليكوبتر، يعني المعركة استنزفته يعني بالبداية، كل شوية يرسل قوات. مروحي بس ما راح اشتبك معاها اليوم، وهو المشكلة الطبيعة صايرة جبال وتضاريس، فلبين ما يساوي الضربات يعني لحتى يضرب الطيارة شوي بدها تفوت بسكين. هي اسقط له طيارة منها، هاي لو ولا هي اللي اسقطت؟ لا لو، حتى هاي طيارة اسقطنا وياها. نايس نايس، بس اعطبل
المروحية اللي هنا صعبة طبعا. هنا كان في عنده المضادات الجوية، اضطر انه يسحبها لفوق، غير الخطة غير المكان مع بعض. هالمرة هاي اباتشي، هالمرة يا شباب جاب لنا اباتشي، مرة ما في مزح. شوف شلون تضرب الاباتشي، وين قباها هناك؟ القباية حلوة صراحة حلو المكان اللي تقبل. هذا الجبل تقريبا صار كله، لأنه وتاخذ النقطة اللي فوق تأسس فيها خلاص وضعك في اللوز. هسه صار عنده 2 اباتشي هنا، الوضع صار مخيف هنا، هنا الوضع صار مخيف. حتى مروحيات ثانية، طبعا هاي المروحيات ضد الطيران الحربي، الوضع ما عاد كويس هنا. هنا حتى عندي الستينجر مفضي ذخيرة عشان تضرب الكتيبة، هاي صيد فوق المروحيات. هنا حتى في محاولة توغل الجنود، شوف وين يحاولوا يفوتوا، نفس المكان مو لك. بس شوفوا الاستدعاء هالمرة اللي استدعيته، ايه الهاونات عندي مش تبكي مع احلى ضرب الهاون. شوف وين الوحدات اللي مستدعينها، انا من هنا راح تشارك بالهجمات. عصبت للاباتشي بس صاروخ واحد ما طبعا. هات لنشوف هاد، والله اسقطنا واحدة. نايس 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 نايس. هات لنشوف ال 110 شو بدو يسقط. اسقط الطيارة اسقط المروحية بال 110، شايفينها ما احلاها. شوف الطيارة الثانية ايضا اسقطت الاباتشي. وهنا طياراتنا رجعت انسحبت على قواعدها، بس طبعا كثير تضررت، يعني ضرر كبير تضررت. شوف وين نفذ رماية، نفذ رماية باللارس او بالهيمارس، بس شو اللي استهدف؟ استهدف الهاونات اللي موجودة عندي من هنا، بس انا اني غيرت مكانها ما عاد موجودة. راح نشتبك مع الدبابة هنا اللي عنده اياها بشكل مباشر هسه. شلون تعبر الدبابة؟ بين الشجر ايزي. هذول يمكن ما يقدروا يضربوا الدبابة. ما يقدروا يشتبكوا معاه، بس هذا يقدر يشتبك مع الأسلحة المدرعة. هذا النظام ويضرب صواريخ بس. نشوف شلون تنمي. شوف القذيفة هسه اللي راح تاكلها. في كتيبة جنود جاية باتجاه كبسة بس راح ترجع تنسحب. هنا وحداتنا يا شباب، من هنا وحداتنا. هاي القوات اللي عندهم من هنا عم دخلنا حتى المروحي من هنا. لا كويس، في حسم، في حسم، في حسم. هذا تمشيط كامل للغابات على كده. شوف يا زلمة، كل واحدة عم تضرب على هدف. شوف
كل جناح هيضرب على هدف مختلف. اوه هاي ضرباتنا بالهاون، بس شايفين بعد كل ضربة وضربة فورا قاعد اغير مكانه. ليش؟ مشان ما يقصف لنا اياه. يعني كأنه خسرنا مروحية طبعا بالستينجر اللي استدعاه من هنا من شوي. حتى في عنده حتى هي المروحية صايرة مضادة جوية، شايفين شي 14 صاروخ للأرض وللجو 4 صواريخ. أسقطنا مروحية، لا لسه هاي الأباتشي رجع جاب واحدة ثانية أباتشي. إيه بس انصابت، إيه شالة والله أسقطها. يا شباب خسارة الأباتشي مانا سهل، سعرها 260، كتير غالية كتير غالية الأباتشي. لحد الآن هو صار خسران 2 من الأباتشي. هين بلشت قواتنا خلص بدها تعبر على الجبال لفوق. هنا هيسحب كتيبة الستينجر، هنا القوات هتطلع خلاص. هنا المنطقة أخذتها مشي حالها. بالهاون تعالوا نشوفوا ضرب الهاون. شوف مع بعض وين راح تنزل القذايف. على البيت هنا، مو هنا راح تنزل. كان كل فكري في حدا هنا بس طلع ما بي. هذا شاف الضرب مو ضرب اصحاب، رجعهم لورا. شايفين شايفين. وقفهم وقفهم. طبعا شو هذا سنايبر. اخذنا هدف بمدفعية ال المالكة. هات نشوف الأهداف اللي راح نضربها. هي طبعا مدفعية المالكة، أوه جدا قوية، حتى قذيفتها خارقة. شلون يطلع له؟ يطلع له الانفجار صدى وهج كثير ثقيل المدفعية هاي. ضربة حلوة استهدف فيها السنايبر اللي موجود هنا. نشوف مع بعض بالهيمارس، حتى هو نفذ علي رماية مضادة. كنت ساحب انا لورا. باللحظة اللي انساهن فيهن ما اسحبن، المدفعية راحت ودعت المدفعية. تعالوا نشوف شنو نفذنا هالمرة. نفذنا رمايات بالبي ام بي. وين نفذناها؟ حلوة رماياتنا، حلوة مع بعض. هاي البي ام بي جراد. مع بعض الاهداف اللي ضربناها، ضربنا دفاع جوي. اوه هنا هنا الضربة حلوة. هنا هنا راح له كتيبتين ثلاثة. الضربة كانت حلوة، راح له كتيبتين ثلاثة من هنا، راح له حتى الدفاع الجوي. لا لا حلوة الضربة، بشوفه فورا غيرت مكانه. ليش؟ لأنه رد علي ضربة هي مارس. هو يحاول يصطادهم، دايما يحاول انه يصطادهم شلون ما كان، يحاول يشيلهم بس صعبة. قدر يعني بالفايت هذا كم آلية يشيل، بس مو النابولم. النابولم كثير محافظ عليه، كانت أكثر سلاح محافظ عليه إنه ما ينشال. شوف الستينجر هيستهدف طيارة الاستطلاع. والله ها على وشك يصيبه، بس عزت شعولات على فكرة. شوف إيه والله يحاول يشيله، كل ما ده بعده اقول خلاص يعني ما عاد يصيبه، ما عاد يصيبه، ما عاد يصيبه، ما عاد يصيبه. المرة صعبة. رجعت سحبت قلت خلاص مو مبينة، لأنه أنا مو مبين عليه أصلا هو عيرمي. شوفه مو مبين عليه هذا الجندي. هنا شارع، هنا أنا ضايقته من هذا اللي هنا. شوفه مش سويت خلاص، بدي أحرقه، ضايقني هذا المكان بيكمله، بدي أحرقه. الكرات والله تنفيذه حلو يا شباب. ايه والله سلاح فخم النابون. اوف اوف عندي شي من هنا انا. ايه ما راح استهدف، استهدف شي بس ما اقدر. حلوة 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 الضربة، حلوة حلوة. شوف 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 الحرق اللي صار. اوه منظر فخم.
يا شباب الطيارة هي، أنا أتوقع إني كنت أستهدف هي دبابة الإبرامس، بس فشل الهجوم يعني بشكل جدا سيء، ما قدرت أستهدفها. شوفوا مين أحاول أستهدف نفس الشيء، رجعت سحبته، ما أقدر أستهدف. من هنا كان يحاول يتوغل، شل سيارة ذخيرة، كان هذا جدا مزعج. الطاولة موجود عنده من هنا، كثير إزعاج. ونشوف مع بعضين الهجوم، نفذ، تعالوا. نصفت أول آلية، نشوف الثانية. طبعا بس هاي الآلية شايلة كتيب الجنود على عكس هذيك، هذيك كانت فاضية. بالتاو اللي عندي شوف الصاروخ شلون جابها. والله يا شباب نفض نفض، نفذت غارات جوية حتى ضد القوات اللي متوغلة من هين. كان في كتيب الجنود ضد الام جي، الطيران ما خسرتوه كويس، ساده شغال. شوف الضربة هاي، ايه ما نفذ عليها، بس نزل من فوقه بس ما نفذ عليه. طبعا في اصابات بالتاو، مو بس بالتاو، طائرات الدعم السريع، عفوا دعم طائرات الدعم الارضي، بس دمجناها تدميج يعني ما كان في اصابة كاملة. هتنشوف بالمدفعية نفذنا رمايات المرة ضد الدفاع الجوي اللي موجود عنده. نشوف مع بعض رماياتها وين راح تنزل. بيحضنها، ما فورا بيحضنها، هذا الدفاع الجوي اللي موجود عندكم. نفذنا بالحارق بس اربع خمس ضربات مو اكثر، ما جبتها هي، كان بدي اياها هي. قلت صاروخ خير يكفلها بس ما عاد في. حلوة حلوة الضربة، كويسة. في خسائر كان ما بين الطرفين، مدفعيته حتى هو ما انا هديانه، بس قاعدة ترمي، حتى فوهتها عريضة. شوف استهدافاته وين، لان هو خلاص ركز الراجمات الحارقات بده يشيلهن. طبعا هن الثلاث يا شباب سعرهن مجتمع 960 نقطة، هاي بدها شغلة ابو 5 دقائق لحتى تقدر تحصل هذا العدد. طبعا انا نفذت بالجراد رمايات، نشوف اذا راح يكون في اي نتيجة. طبعا بالجراد هذا ما نحارق، هذا غير الحارق، هذا متفجر. نشوف مع بعض الرمايات اللي نفذناها، استهدفنا له فيها الهيمارس، مواقع الضرب. بس والله شلون طلعت ما اعرف، وربي شلون طلعت ما اعرف، وصاروخ واحد بسيط، بس واحد ما بدا شيء فيها. يا شباب مبعوج، شوف شوف طلعت من الموت يا شيخ. يا شباب هاي الكتيبة عنده اياها كثير خطيرة، شوف شلون تضرب ال شوف وزديكا. شاله هنا بالبرادلي حتى مشتبك مع الكتاب اللي موجودة هين بالتاو. بس وين وجهت بالتاو؟ اه في عنده دبابة هين، والله فرطها 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 فرطها، سطمها سطم. شوف التاو الثاني، يا هاي كتيبة شايلة جنود حتى يا شباب. هذا التاو اشتغل شغل رهيب رهيب، الشغل اللي اشتغله. هات نشوف، عندنا رمية صاروخية حلوة حلوة هالمرة، الرمية الصاروخية جميلة. عندنا رمية بسميرش حتى بسميرش حتى حلوة، بس ما اعرف اذا راح تنشال معي الدباب ولا لا. والله انشالت نايس. بالمدفعية، بالمدفعية استهدفت سيارة الذخيرة، شوفها بس مو سيارة الذخيرة، طيارة تصل. شوف شلون نزلت هنا الضربة، هنا هنا هنا، هاي هاي الضربة، هاي الفخامة، هاي شوف المدى، حلو المدى من هنا تبين صواريخك وين رايحة ونازلة. بس طبعا فورا غيرت مكانها مش لازم انفذ علي اي ضربة. تعال نشوف الهيماس،
حاول يستهدف لي السميرش بس سحبته قدرت تنفذ. ضرباتنا هالمرة كانت حلوة ودقيقة. هين أطحنا له ببعض الآليات، لا إذا راح تلحق تطلع لأنه عبرت بالنار راح تفجر خسرها. شايفين أطحنا له الآليات اللي موجودة هين وأطحنا له بعدة آليات هناك. هات لنشوف هاي ضربة النابول وين وجهها المرة. أوه توجهت من هنا مشان إذا في بقية قوات كان موجود يمكن. لا ما كان موجود، لا ما غير هاي الهليكوبتر اللي هنا، بس ما بعرف إذا راح يشغلها ويسحبها ولا لا. شوف عندنا ضربة جوية بالميج 21. إيه ضربت حالي يا شباب، بدل ما ارمي له الجيش اللي عنده ضربت حالي يعني ما احلاني. لا وكنا راح نخسر الطيارة حتى يعني. هات لنشوف هاي 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 الضربة لازم تكون زينة هاي. شالها بس خسرناها مو؟ والله انسحبت. نايس ميج 21 من افخم الاسلحة. هنشوف المدفعية عنده الضربات لوين نفذها. هو ليش المدفعية عنده مكان مطورة؟ شوف التنفيذ، استهدف الستينجر، استهدف التاو اللي عندي من هنا، حتى السنايبر عنده قام يضرب. أنا كأني نفذت هجمة هين، استهدفت فيها الدفاع الجوي، كانت بالمدفعية، إذا ماني غلطان، مو؟ اي هسه بدأت توصل يعني. شنو نزلته؟ الله اعلم. اذا كنت محدد دفاع جوي بدي ارمينا. هات لنشوف الهيمارس، بس طبعا هاي الضربة هالمرة بالهيمارس على المدفعية. اتوقع هالمرة راح اشيلها، هالمرة نسيتوهن لانه شوفوا راحت ثلاثة ضربة واحدة خسرناها كلهن. شايفين هاي مدفعية، هاي اثنين، هاي شاحنة الذخيرة، هاي بضربة هي مارس. باللحظة اللي انساها فين فورا اخسر هالمدفعية. يعني كل شوي ها يقوي قلبه ويتقدم، يقوي قلبه ويتقدم، يقوي قلبه ويتقدم على النقطة هاي. عايز يستهدف لي مروحيات الكار 50، عايز يستهدف لي مروحيات الكار 50 يا عيال، الكار 50 وما غيرها. هنا والله ها بلشت تشد، كان في عنده توزيع المشات من هنا، لا من هنا عتشد معاه شوي شوي، عتشد شد. ضربات يعني ينفذ من كل مكان، من كل مكان ينفذ. المدفعية عنده حيل مزعجة، حيل مزعجة، بس ما كنت ارميها ليش مدري، لا حدا يسألني، بس ما كنت ارميها. شوفوا هذا، انا كل ما احاول اوفر مصاري مشان اشتري اليات وابلش معركة يشيل لي مدفعية ارجع اعيد من الصفر. هاي المدفعية بدل اللي خسرتوهم من هنا. شوف البرادلي اللي متوغل من هنا، حتى البرادلي قوي وعنيف. هاي الرمايات بس كان يرمي القوات. اوه هنا ولعانة، هنا يفوت بأكثر من قوة، أكثر من جيش. شوف حتى الإبرامس دخل فيها. شوف مع بعض الضربات اللي صايرة هناك. الإبرامس استهدفنا بالصواريخ الموجهة. لا لا كان في ضربات، في معارك قوية. استهدفت له بالجراد. شوف المدفعية شلناها من هنا، نزلناها، كانت ضربة حلوة.
فين بلشنا عن نستهدف المدفعية ونخلص منها؟ بالعام 110 يمكن استهدفت هاي اللي هي واسقط لي اياها على اغلب المدرعات البرادلي. حلو، الرشقة الصاروخية كانت من صواريخ البي ام 21 جراد، هذا جراد ثاني نابول. ونشوف الرمايات اللي تنفذت بالنابول بالحارق بالحارق، من هنا الرمايات كانت بالهاون. نشوف الحارق، الحارق ضربات حلوة. الحارق استهدفنا له منظومة هيمارس شلناها، استهدفنا له هنا التاو اللي موجود بالهاون. نشوف الاستهدافات لانه من هنا هيقدر يقرب ويتوغل، بس هذا غريب ما راح فيها، ما احترق. غريب. الهاون 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 والوضابات الهاون. جميل جميل، ضربات الهاون جميلة. شوف الهاون شلون يرمي. اوه رجع رجع يا شباب، رجع آلية برادلي خسرها مع الكاريكو. اوه شوف الضربات الجوية ما احلاها، شوف الضربات الجوية ما احلاها. بس كويس خسرنا بس طيارة مرة ما اكثر. فوق الضربات الجوية حتى ضربات الهاوند حلوة كانت الضربات. بهالشكل هذا نقدر نخفض من عدد القوات. نشوف المدفعية وين راح ترمي. المدفعية راح ترمي دفاع جوي اللي هي، بس ما اعرف اذا راح ينشال معاي ولا لا، ما عندي فكرة. نشوف مع بعض، كانوا هيسحبوا هو على الهدف تماما. شيله شلي اثنين تاون هنا بالتوغل هذا. نشوف عندي رشقة صاروخية بالجراد، حلوة الرشقات، حلوة الأماكن اللي استهدفت. بالبرادلي شلي دبابة T-72، برادلي كان قوية، برادلي كان قوية. هوب، صفقة صفقة يا شباب، كبسة صاروخ شال شيء. طبعا هنا الرماية هي اللي تنفذت على الدفاع الجوي شلنا، شايفين هذا طلع برا الخدمة. هاي الساحة كثير استنزفنا عليها قوات. من هنا الاشتباكات نار. هذا الموجه التاو من هنا خرب الدنيا يا شباب، خرب الدنيا. هاي دبابة ما ترك شي وما شاله، ما ترك شي. حلو حلو، هذا الكا 50، وحيات الكا 50 حتى اشتركت هنا عندي بالمعارك. يمكن اول مرة، ما اعرف اذا شايفينه من قبل ولا لا. اذا شايفينه من قبل بشي معركة بالله بس اكتبوا لنا بالتعليق. الكا 50 هاي كان اول استعمال علني لها بارض المعركة. عنده مدفعيته قاعدة هبت، دبابات جنود مشاة اي شي ما توقف، المهم تهبد، بس تهبد اول باول. نشوف مع بعض من هنا الهجوم يا شباب. انا بلشت احرق قواتي من هنا لاني انا بدي اسيطر على القاعدة هاي، كان لازم اني اخذها. نشوف مع بعض مجمل الضربات، شايفين قواتنا عند الدبابة قاعدة تضرب. حتى التي 72 تدخلت صارت ترمي. حلوة دبابة التي 72 لا بأس بها. هاي أكلت صاروخ، أكلت الثاني ودعت، فرطت فرط، فقعت فورا. بقية القوات من هنا تعبر، شايفين يستهدفني بس الدبابات، بس يستهدفني الدبابات. رجعنا سحبنا مروحيات الكا 50. نشوف مع بعض من هنا الطيران الحربي دخل في دبابة من هنا راح يستهدفها. هاي الأولى حاطتها هي كدفاع، راحت أصاب طيارة شال الدبابة الثانية.
شال طائرة الدفاع اللي موجودة هنا. الطيارة هاي حيل 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 قوية. بس اسقطها، بس هي حيل 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 قوية للأمانة، كثير قوية. شالت دبابتي مروحية من هنا وبعدين اسقطها، يعني واو. الطيران هذا رهيب رهيب. المدفعية عنده هاي رخيصة، ما سكتت يا شباب، المدفعية هاي ما سكتت. نشوف نشوف هاي، نشوف ال F-16 هاي، حتى تشيل نفس الصواريخ اللي تشيلها الطيارة في الـ 110، بس هو ما عرف يستعملها. بس طبعا هاي أغلى. المدفعية عنده ولا هديت. شوف هنا أجواء المعارك، كانوا طيران. هاي A110، بس شنو هاي؟ في ضربة نابولم حتى، ما راح استعملها من هنا. لا بس ضربة النابولم وين؟ نشوفها مع بعض. اوه والله حلوة ضربات النابولم، توقعت تكون قوات الصراحة. حلوة ضربات النابولم، حلوة حلوة حلوة. نشوف الطيران نفذ على الابرامز، كبسها يا ترى اسقطها. حرامات شلون اخطات الهدف، هي بالعادة بس هي بتصيب بتصيب، يعني ما في اخطاء الهدف. بس حلوة الضربات اللي تنفذت بالنابا، شايفين الحرائق؟ الحرائق جدا رهيبة. اوه شوف المدفعية اللي جايب لي اياها منها. شوف شوف هذا كله كله بس على النابول. خلاص بده يخلص، بده يخلص من الآلية هاي. بشوف المدافع هالمرة هاي اللي حاططها هين مختلفة عن هذيك المدافع. المرة هاي مدافع ثقيلة مستخدمها. 1 2 3 4 5، حلو صف المدافع هذا جايبه. يعني هل هسه بلش يفكر صح باستعمال المدفعية؟ هسه بلش شغله صح. شوف الضربات من هنا اللي عتتنفذ حتى ضدنا هنا، معارك رهيبة 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 والله. بدي اشوفها هاي، بتشيلها ولا ما تشيلها؟ اه بس هاي دبابة عادية، مدرعة عادية مو عادية، بشالة. هنا بلش يتوغل، يحاول يتقدم ياخذ وحدة من المناطق او ياخذ المنطقة هاي، ومن هنا يبلش ينفذ عمليات. بس هنا طبعا اشتباك كانت شغالة بيناتنا. وهاي شو هي ضربة كافت. نشوف مع بعض الآن 10. اوه شالت الاباتشي موجود هنا، والله شالت الاباتشي عادي، يعني حتى اذا نزلت هي سعرها 195، الاباتشي سعرها 260 تقريبا. غالية الاباتشي، اغلى. ما اشتبك ايه، مشتبكين مع الابرامز. شوفها شوفوا والله صاروا في حضنة. سقط سقط طبعا. هاي مروحية أمريكية، مروحية أمريكية. شوف شلون كبشتها للإبرامز، ما عاد حركتها من مكانها أبدا. بس حتى هو عنده الأباتشي أيضا عتصد. شوف مع بعض وين في هدف، في مروحية الاستطلاع. نزلت مدفع حتى، مروحية استطلاع. نايس نايس ضربة نايس. في ما صار كان على وشك يصير. يعني طبعا ما اعرف اذا راح تسقط ولا لا. والله انسحبت ما سقطت. راح نفذ بالسميرش بس المرة. وين ضربتي؟ ضد الدفاع الجوي اللي موجود عنده هين. ما اعرف اذا راح يكون في نتيجة، بس المهم لازم انفذ. الاشتباكات اللي بلشت. شوف السميرش، السميرش طبعا حققت الغرض المرجو منها. شوف هنا الآليات، البرادلي ضرباتي ضد ضرباته، نزلت له آلية. بس طبعا لسه يحاول من هنا انه يتقدم، ويظل يحاول.
مدفعية بس، رمايات ولا وين مدفعية. استهدفوا لي هالمرة، ما اعرف راح يشيله، يمكن يشيله من هنا. تشالا تشالا من اول صاروخ. تأخرت انا لسه، حتى تأخرت. طبعا شالوا من منظومة هيمارس، هين بلش يكون عنده المدفعية والله لها تأثير. بس حاليا في أرض بإيدي وهذا الشيء كويس للأمانة. شوف السنايبر، هذا السنايبر راح نشيله على غلب مكان. شوف البرادلي، مين القوات اللي ممكن حاولوا يتوغلوا، بس البرادلي ضرب عنده. ما هدي ما هدي ما هدي. شوف هذا الصاروخ وين رايح، والله صب لي اياها. بس هاي ابرامز، مرة بلش بالابرامز الثقيلة هنا يعني. 72 مشتبكة بشكل مباشر مع الام جي او الدوشكن فلان. بروح خدنا بسناد جميل، بعد ما نفذ فورا سحبناه على غير مكان الفوتر. طبعا لانه من هنا في عنده توغل هو. شوفهم الجنود متقدم من هنا، طبعا بروح وياه حلها. صعب راح خسرها، خسرها مبين مبين راح خسرها واضح. دمها كثير نقص، كثير كثير نقص. شوفوا شو مدخلني من هنا يا ابرامز يا اخوان، يا ابرامز مو مزح. اوه والله عطبته صاروخ واحد من التي 80. نوعية الصاروخ هاي الرهيبة لحتى بضربة واحدة يعطبها كل الأعطاب. هذا هاي من هنا كل ما استدعي قوات يكون هو جايب قوات، يصير التصادم هين نحن بين بعضنا، أخسر يخسر هو، أرجع أجيب ويرجع يجيب هو، وهكذا ما لها نهاية يعني. شوف النابول وين راح ينفذ، كتائب النابول نايس. شوف النابول نفذ بنص قوات يعني، خلاني اقربهم لقدام كثير وشوي. نشوف مع بعض حددت الهي، بس بشنو ضربته؟ ضربته بالسميرش، بالسميرش ضربته. حلوة الضربة، استهدفت له الدفاع الجوي اللي موجود يعني. في كان في عندنا دفاعات جوية مزعجة. قوات هنا طبعا 100% متقدمة. شوف الدبابة هنا اللي شرح الشارع، فرطها فرط. هذا كويس انه مخلص ذخيرة، اذا كان استهدف فيها فورا حتى من هنا شارب طيارة او آلية التذخير. طبعا هنا نشوفه من الاستهدافات، شوف بالعام 110 راح نفرض دبابة الابرامز الموجودة. كبسة والله كبسة، الطارق الاول الثاني سطر. بس طبعا اسقط لي هي ما نزلت الدبابة، بس انعطبت كثير، انعطبت كثير انعطبت هي بس ما نزلت. شوف الرماية اللي نفذت اياها باتجاه السميرش، بس كويس اني يعني سحبت تحت السميرش. شوف الرمايات اللي انا نفذتها بالجراد، ضربت له السميرش هي مارس اللي هي ضربت لي السميرش. كانت حلوة الرماية، كانت رائعة الرماية. النابور استهدفت له هنا بقية القوات، إذا كان ممكن القوات حاولت بلكي، قلنا بلكي نخلص منهم. حتى هو رد علي اللي ماس اللي عنده ثقيل، ضرب لي دبابتين يعني. شلي واحد شليها يا ابرامز، اياها يا بامز. بس يعني اولا واخيرا الرمايات اللي عندي وين نفذت يعني.
انا فزت ضد الهاوند اللي موجود هنا. ايش عندي ثاني؟ لا نشوف الهاوند، تعالوا نشوف الهاوند يا شباب. راح تنزل بحضنهم قذايف. هاي خبيثة راحت والله، راح طلعت بس واحدة من أصل ثلاثة. حلوة 120 نقطة، كويسة هاي الخسارة. شوف المدفعية، تشكيلة رمايات. المرة ضرب لي المدفعية اللي عندي اياها يعني، بس راح يصيبه. لا يستاهل اني اعرضها للآلية. شلون راح نشوف. انا كنت ملتهي بالجبهة، ما انتبهت انه على مدافع على الارض. شايفين شال المدفع، وهذا انعطب عليها بشكل كبير. انعطب ولا انشال؟ لا انعطب. كان في عندي خسائر في الضربات هاي، بس والله انا محركة المدفعية انه هو جايبه لهين، انا ما كنت متوقعها ابدا 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 ابدا. بس طلع جاي مدفعية هنا ومظبط لي اموره، واقتصاد قوي ايه ايام. حتى تشوف بالجراد وين نفذنا دفاعات قوية. لا لا، شوي 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 على التقدم، شوي 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 حيكون في ضربات. شو اللي استهدفناه؟ هسه ما شفتينا، بس ميرش اللي اخذناه. خلنا نشوف وين الضربة ضد مدفعية. حلوة هذا، نشوف راح نور الطاقة. بس انا ما اعرف يعني اذا تروح نور الطاقة ولا لا، فاظن مشتبه وعارف يعني. هذا نشوف الغارة. والله شالت انشالتنا اثنين 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 شالت. الطيارة هاي كيف قوية يا شباب، دبابتين. يا لطيف يا لطيف، فرطت الاثنين ابرامز هنا من النقطة هاي. من هنا صعب صعب يفوت من هنا. لا الساحة موجودة يعني، مصرة حتى يعني على الطريق. طيب استطلاع شالتها نفذ الضربات. طريقة حلوة بس راح نخسرها يعني للأسف. دخل علينا في 16 بالهاونات وبدي ارمي. حلو حلو حلو، ضرب الهاون اكيد هنا فنا واحد. شوف وين راح تنزل. الشاشة كلها على الترج، الشاشة بأكملها على الترج. هات نشوف الرماية نفذها بالهيمارس. استهدف لي الدبابة اللي موجودة هنا، طبعا رديت عليه بشكل سريع بالجراد. شوف الجراد شلون راح يبني، شوف يضرب كل ايام الجراد يا اخوان. ضربت له الهي مارس اللي ضربني بيه. خذها تفضل تفضل، حركها بس ما يعني لو كانت على الطريق العام كان ممكن يدخل، بس لانها بالغابة وحركتها الطارة حسين. هاي شلناها للهي مارس حتى، بس شوفوا على كل الجبهة ضربت وحدة بس. ايش اللي صار هيك؟ وين نفذت؟ الكتيبة هنا يمكن، مو صاروخ موجه ضد الآلية الستينج. والله شالها وربي وربي شالها. كفو شال سيارة الذخيرة. ثلاثة هنا بلشت تصغر، بلشت تشتغل حتى مع قوات الموجودة هنا.
مضطربات من هنا. حتى من هنا كان في اشتباكات، حتى والوضع شوي حزين. كل مكان ضرب، قذائف المدفعيات في النص. هي مات القائد. هذا بطاقية زرقاء وين؟ هذا هو. طبعا حتى التي 72 أيضا شافت الضربات. الضربات 72 بس ما أعرف إذا البي إم بي راح تشارك. شايفين الطيران؟ الطيران على فكرة يصنع فرق وقت يكون موجود وشغال، يصنع فرق حيل كبير. نفذنا انزال عربات البي ام بي 2 من كبسة. لا بعيد ما حيصيب. سوينا الانزال لانه من هنا حشدها مظبوط. هو على فكرة من هنا حشدها مظبوط مظبوط حشدت. ما الهاون عايرني بس ما يلحق. هو عايز يستهدف بالمورترات اللي عندي اللي هي الهاونات. كتاب الجنود اللي هنا حاول يوقف الطيران الحربي بالاجواء ولا ما له شغل حاليا. هذا من هنا قوات. كل اشتباكات، احب اشتباكات الجنود. حلو تفوت بيناتهم وتسمع صوت قرقعة الرصاص، شعور حلو. برادلي مو برادلي شفنا ضرباته. هات نشوف. نفذنا بالبي ام بي بالنابول. والله ضربة حلوة بالنابول. واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمس كتايب. شكرا. بس هدول اعطاب ما شفت ولا كتيبة، بس كان في اعطاب يعني كتايب كان فيها اعطاب. عندي دبابات شاركت، حاولت المروحيات الهجومية 105 عفوا مروحية كا 50 5 شكل فرق. بس شكلت هي لما انا قدمت دعم بس استهدفت بيها فورا ستينجر شيء الإصابات والطبيعي اللي يسحب. حتى أصبحت لي مروحية لمروحيين كان خمسة وخمسة. شايفين نفذت ضربة صاروخية بالنابول. خليت أول 20 صاروخ تضرب من هنا. طبعا نفذت قطع 60 صاروخ. رجعت بعدين حولت مكانه لأنه هو راح يرجع يستهدفن. وال20 صاروخ اللي هن 60 لأنه 3 آليات رجعت خليتها تضرب بقية الساحة من هنا. حتى من هنا تبعثر عنده الوضع، أوراقه شوي تلخبطت بالمعركة. شوف هذا هالمرة جراد عالي كمان متفجر. لحظة بس كان ممكن يكون أحسن. ثلاث فلوقات هنا والله شالوا هذا كفوه. غارة جوية ام جي. ام جي دايما اضرب له اياه دايما. الام جي ورا الام جي خبط لزقه جاك بستول. الام جي دايما يكون موجود عنده على خط الجبهة. غارة ثانية كتيبة وعالية شاهدة. حلوة 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 حلوة. الميج يا شباب كثير مبسط في سعره رخيص. يرمي يعني يرمي من قلبه رب يرمي. والهاونات تعرف من هاي الكتائب اللي هنا بس ما اعرف راح يلحق تنزل فوقهم ولا لا. تشوف مع بعض هاي حركهم
بشوفهم، ومع ذلك الهاون حينزل حيكون في إصابات، حيكون في إصابات بالهاون المتأخر مني. طيب وبلشت هات تتوغل من هنا. طبعا الكا 50 فورا أرسلت لها السيارة عشان تتعالج، ترجع تعبي ذخيرة. هات نشوف بالهاونات بالمرترات نستهدف، نفس الشيء القوات اللي هتتقدم هي نفسها بدنا نستهدف. أنيق ضرب الهاون، هات نشوف من هنا عندنا وحدات تتقدم. دباباتنا مع البي ام بي 3، وين الثانية؟ هاي البي ام بي 2، شايفين البي ام بي 2 فيها اضافات حلوة. البي ام بي 2 يعني مساوينها سلاح ما شاء الله لكل شيء. هذول متشلبين هنا، ما مو راضيين اصلا لا يتحرك ولا ينزل ولا يروح ولا بس ياكل ضرب، ما في شيء ثاني. صاروخ موجه على الابرامز ولا مو على الابرامز؟ هو المفروض عليها بس ما ادري ليش ما جا عليها. صابة صاروخ، صابة الثاني بس لازم يسحبها لورا، نزلتها هي مشان يسحبها لورا. تراجعت شوي الدبابة عنده، شايفين انه قواتنا شلون عتفوت من هنا، تحاول تتقدم حتى هو عايز يفش لي قوات من هنا اول باول. اوه راحت السيارة في الاستطلاع، كانوا في ميك مو هذا الطيران. شوف جبنا 100 مرة، جبنا 124 دي مشارك بالصد، راح يسقط الشيء ما حتى لو بده يسقط بدي اخليه شوي بالمعركة راح فيها كم مرة. والله اسقطها اسقطها. الكا 50 على فكرة افضل بالمناورة، يعني كان ممكن تنفذ من صاروخ على الاقل، على الاقل كان فيها تنفذ من صاروخ. كم مرة صار يزت لها؟ لا هاي غيرها مختلفة عن هذيك. المعركة هنا كانت بيناتنا شرسة، يعني لو هو كاسرني من هنا كان خلاص الطريق هذا مفتوح من هنا، بدي اضطر ارجع انزل قوات من فوق. نشوف الضربة، لا ما نفذ، هي العنكبوت ما نفذ. ما بالهاونات على ارمي بال هنا تضايقت هنا، هنا وقتها اتذكر اني فعلا المكان هذا حيل ضايقني. اخر شي خلاص قصف في الضرب الشامل، اخر شي من هنا بلشت ارمي واضرب. شوف القوات من هنا شلون عاد تفوت، شوف هسه شلون راح يجيها الدعم. هسه من هنا راح يجيها الدعم، شوفهم الدعم من هنا شلون راح يجيها. هاي كان 60 صاروخ ضربتهم هنا، رجعت ما تبقى رميت هنا فورا على هذا المقام. كان ضربات بالسميرش وجهت رمايات، بالمدفعية وجهت رمايات، أيضا بالجراد وجهت رمايات، كل الأسلحة وجهت رمايات. شايفين؟ هنا شفت المدفعية انشالت الهيمارس، ما أعرف والله هي الله خفيفة بعد، خلاص انشالت، انشالت حتى مدفعية عنده من هين. يعني عنده خسائر جبارة من هنا يا شباب، خسائره كانت جبارة بالنقاط هاي.
يلا آخر شي بعد ما استدعينا من هنا رجعنا كتائب نشاط ورجعنا بلشنا نسيطر على الأوضاع شوي من هنا. كانت الأوضاع جدا بائسة ومأساوية. نشوف بلغراد، أفضل طرف بلغراد قادم القوات هنا. نشوف الضربة هاي لوين بال عشرة دعم أرضي. أزالت مروحية ثانية أعطاب، اضطريت إني أسحبها لأنه ما ضر شيء. أهو نفذ علي وين؟ استهدفت الجراد، بس كويس كنت ساحبن مو؟ كنت ساحبن، كويس كنت ساحبن للجراد. الهاونات المرة كلها لازم ينزلن عليها هذا. شوفوا الهاونات، شوف 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 بيو 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 شوف بيو. هذا مو بس قلت لانه حفرة الجثة تبعيته، حفرة له قبر. السنايبر ايوه والله تك ضربة ضربة تيك تيك عيرمي. يا شباب هاي الكتائب وسخة، هاي الكتائب اللي جايبة كثير وسخة. كويس شلنا وحدة، شلنا الثانية ضربات جوية نايس. ما في لسه ضربتين ثانيات طلعت هاي وهاي. عندي من الكتائب مقوان يا قويات. شايفين من هنا عاد ارجع استدعي تعزيزات، اضطر اخليها توصل لهين لترجع تفايد من هين. مشكلة، حيل مشكلة مو شوي. هنا بلشت حتى كل القوات تتحرك، بس قدر يصدني والله من هنا. هو كان مفروض هذا يكون فيه في هذا المكان هاي، بس ليش ما رمت عليها؟ ما كان لازم يعني ترمي عليها. كير 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 الستينجر فيها. يا شباب شوفوا كم عربة دمر لي بهي الكتائب الوسخة اللي قاعد اقولكم عليها. واحدة اثنين ثلاث، طبعا بجنودهن يعني عرفتم ثلاث وبجنودهن. يعني بدل ما يكون عندي كتيبتين هنا يكون عندي خمسة المفروض. جيجي من هنا عترجع حتى كتائبنا، لازم نوصلها لازم. شوف الكا كا خمسين، الكا خمسين شكد رهيبة يا شباب. الكا خمسين شوف الكا خمسين، شوف الصواريخ اللي ترميها. هاي وحدة، وحدة الثانية راحت فيها. ثالثة وينها؟ ارمي ولا تسأل. ثالثة انا ثلاث كتائب لعبن بيني، ها لعبن بيني بالدخلة هاي. بس اشوف كم سوا. شوفوا شوفوا شلون ترمي، ما ادري اذا راح يتدمر من هالشي هذا النوع ولا لا، بس هنا شايفين في استدعاء ايضا للقوات. شوف 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 شالها، والجنود اللي بيها شالها يعني في والجنود اللي بيها. بس كويس عندي شوي الكا خمسين قريبة قدرة تشيل الدبابتين اللي هنا شوية. بس شي ضربة لا ما نفهم. شايفين اضطريت اسحب القوات لورا بس كرمال هالثلاث كتايب اللي من هنا، مع شنو مع الاباتشي اللي موجود عندنا هنا. يعني من هنا حتى هو نضفها شوي شوي، مو كثير شوي نضفها. يعني لو موصل لمرحلة اليأس عادي ينزل القوات اي من فوق. هنا هذا المكان على قد ما تعقدت منه على قد ما شال قوات. شوفوا من الضربات اللي نفذت عليه، هاي ضربات حقودة يعني. بس طبعا هو شال لي من هنا راجمتين، ما
نفذ عليهم بالهيمارس. في الطيارة عنده لوين دخلت، كانت حتى على وشك تشن الدفاع الجوي. هاي القوات ما لحقت توصل، يمكن وصلت بس وحدة وحدة مشتبكة مع سنايبر حتى، لأنه الهاونات كانت قوية. شوفها هاي الآليتين اللي قرأت ليش اللي يعني. يعني صعدت فايت معه، بس لسه المعركة قوية بيناتنا. حركها حركها حركها، دمجناها حركها المروح، هي ما لحقنا نسوي شي معاها. شلنا المروحية هي كويس، نايس. لازم ننظفها نحن من هنا. شوفوا هذا استهداف المدفعية عندي، بس لساتني قاعد احرك اول باول. عارف الوضع خطير، الوضع حيل خطير، حيل 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 خطير. طبعا اذا ماني غلطان يا شباب، السميرش هو شايل لي منفذ عليه ضربة وشايله، بس اني كنت بعد اشرح عن الجبهة بشكل عام فماني منتبه عليه. طبعا احنا معاركنا النهائية يعني مع بعض، نفذت بالنابول. اوه الطيران نفذ عليها بالنابول، نفذنا حتى بالنابول ضربات. على مركز المدينة شلناها للدبابة، بس صاروخ واحد، صاروخ واحد، صاروخ واحد فرطت اياها T-72، صاروخ واحد بس ما استعمل شي ثاني عليها اكثر من صاروخ. شوف الرمايات هسه رجعنا اللي نفذناها مرة، مشان إذا في عندهم قوات ساحبة لورا، هي نفس القوات ترجع تشتبك هنا يعني تعلق يعني نيران. بس اشتغلن شغل رهيب الراجمات النابول مال الكرا. فهذا الفيديو وين دخلوه؟ بالمدفعية استهدفنا له الدفاع الجوي اللي موجود هين. شوف الطيران وين راح يرمي، الطيران ما رمى على مكان مو لسه. عندنا بالهاونات ضربنا آخر كتيبة موجودة هين، شوفوا بالـA110 حددنا دبابة. تعال نتفرج على اللقطة شلون تطلع. اوه راحت الدبابة، خوش ضربة خوش ضربة. بس حاليا ما عاد في يعني دفاع جوي، لان بدأ في الستينجر تقريبا منتهي الدفاع الجوي. بس شوفوا مش حددت وهو جاي، طلع لكم يا من هنا. شوفهم هاي خريطة المعركة اللي مبينة عليه. اللهم صل على النبي. هنا قدرت احدد المدرعات هاي، لما جيت لوجه عليها الضربة خلص الجيم. هذا كان جيمنا لهذا اليوم، كان الجيم رهيب، في معارك حلوة، بس كان فيه أخطاء موجودة. طبعا خسائرنا 20,000، خسائره 28,000. طبعا هذا كان الفيديو لهذا اليوم يا شباب، والله شكرا على المشاهدة. إن شاء الله راح أجيكم فيديو ثاني، وراح يكون إن شاء الله أفضل أحسن، شرح أشمل ومعارك أقوى ومنظور أفضل. الله يسعدكم يا رب. لا تنسونا بالتعليقات يا شباب، ولايك شير سبسكرايب. الله يسعدكم يا رب، نشوفكم بالفيديو الجاي بأمان الله.